كنت لحام شغال بشركة بعقد، مش شركة مش في السويس معروفة جدا اللي هي بشغل بعقود. فتعورت في رجلي، فقدت رجلي صابع في صابع في صابع، مرحلة كبيرة بقى طبعا صعب قوي، عشان مثلا أملى مية لازم أحط الإزازتين ثلاثة في إيديا وأجرهم، مش عارف أمسكهم، وأملى مية أحط في التلاجة ماشي، أجيبهم هنا ماشي كده، ولما بقى بنزل تحت بجيب أكلي وأحطه جنبي هنا وأكل زي ما أنا. لو الجهاز كويس ما مش هحتاج حاجة، مش هحتاج لحد يساعدني ولا عايز حد، ربنا رب يغنيني. رجلي بايظة التانية، ما انت الاثنين بايظين، انت ماشي ماشي ممكن تقع في اي لحظة، وانا عايز جهاز عشان اشتغل. حتى زمايلي في الشركة اللي انا كنت شغال فيها دي اللي بشغل بعقود وعايز الحامين، عايزين يرجعوني، بس قالوا لي انت مش هتنفع تشتغل الا بعكازين. رحت رئيس مجلس ادارة قال لي روح للشركة، قالوا لي لا لازم تمشي من غير عكاز. وطبعا انا الجهاز على قد امكانياتي عملته، لازم جهاز بركبه، عايز جهاز عشان اعرف اشتغل، جهاز بركبه. طبعا امكانياتي معاشي العقود ده ب 1000 جنيه و1100، احنا مش عايزين غير ربنا يكرمنا بجهاز ويعينوا 5%.